السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله شيخ، أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الشيخ أنا مجبس رجلي. ها؟ مجبس رجلي. مجبس رجلك. الله يعافيك يا رب. شكرا، اللهم آمين يا رب. ففي حد من الشيوخ قال لي إن أنت هتعيد صلاتك بعد ما تخف خالص، قلت له ليه؟ قال لي في حديث بيقول إيه المرض الذي يرجى بره ولو موضع درهم، فانا مش فاهم، فانا قلت اسالك. لا ما فيش حديث اسمه المرض الذي لا يرجى برؤه. لا 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 لا، صلي على ما يتكلم على الوضوء يعني ولا على الجلوس؟ بتكلم على الصلاه عموما، ان انا اصلي خالص دلوقتي وبعد ما اخف بعد ما ربنا يشفينا واشيل الجبس اعيد صلاتي بقى كلها تاني. لا اعاده عليك. جزاكم الله خيرا. وياكم.